مع المحترم دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك. يا دكتور محمد مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. يا كريم زيك حبيبي، متشكر جدا. لا اسعد والله. والف مليون مبروك. انا عارف ان انت قبل كمان مهمتك ووظيفتك انت راجل مشجع جدا لنادي الزمالك. طبعا الله يبارك فيك ومبروك للجماهير ومبروك مجلس الاداره والجهاز الفني والطبي والاداري وجهاز المعلومات، ويعني الحمد لله يعني احنا تعبنا وانا شايف ان احنا نستحق يعني جدا كمان الحمد لله. عظيم. عايز اسالك الاول عن اصابه محمد صبحي. سلام على داوود. معاك داوود. حبيبي حبيبي يا دكتور، الف الف مليون مبروك. الف مليون مبروك. انا بدايه بسالك عن محمد صبحي وحاله محمد صبحي، غاب قبل المباراه مباشره. هو صبحي كان اشتكى كده من شويه الام في منشأ العضله الاماميه، وحاولنا بصراحه ان احنا هو يلحق الماتش، بس هو كان الالم كان 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 صعب عليه حتى اخر التمرين ما قدرش يكمله. ف هو الدنيا الحمد لله كويسه، اشتغلنا معاه وهو في تحسن يعني، وخلال الايام الفتره الاجازه اللي احنا فيها دي هنشتغل ويبقى موجود ان شاء الله مع الفرقه بعد كده من غير مشاكل باذن واحد احد. يعني ان شاء الله هيلحق مباريات السوبر المصري. لا هيلحق ان شاء الله. هيلحق. طيب برضه نطمن على دونجا وعمر جابر. لا كان الحمد لله، بس كان انت عارف المجهود اللي اتعمل امبارح في الماتش هو كان اجهاد بس او شد عضلي، وكلمت مع الكوتش ان احنا فضلنا برضه يعني فضلنا ان احنا نريحهم او خلاص يعني نغير، لان كان هيبقى صعب ان تاخد ريسك في الدقائق التوقعيه دي، ننزل حد جاهز ومثلا هم كويسين مش اي مشاكل خالص، موجودين معنا في اول تمرين باذن الله. الونش وعمر الونش واحمد حمدي. احمد حمدي. الونش الحمد لله احنا خلاص بنفنش يعني، المفروض هو دلوقتي هيطلع، هو طلع يعمل عمره وبعد كده هيطلع يعمل شغل مطلوب منه في مركز متخصص في الامارات، وبعدين هنطلع على الجراح في المانيا يقيم الوضع اللي احنا فيه ويبص على الورق، وهو اللي هياخد القرار ان شاء الله بالفاينل بالوقت المحدد لرجوعه، بس احنا خلاص يعني في المرحله النهائيه، هو ماشي كويس وان شاء الله قريب هيبقى. متوقع امتى يا دكتور؟ متوقع. انا فاهم ان مفيش حاجه هتبقى واضحه 100%، بس متوقع قد ايه؟ بص يعني انا هرد عليك بالرد العلمي يا كريم، هو الفكره ان كل جراح بيحط الوقت بتاعه بناء على القياسات، القياسات هي اللي هتحدد او القياسات الطبيه هي اللي هتقدر تحدد، بس احنا في الاخر المرحله الاخيره دي هنتكلم في اسابيع يعني، فهي امتى بالظبط وهنحط اخر تاتش في التاهيل مش هقدر اخده، لان احنا ماشيين بطريقه علميه وماشيين متابعين مع الجراح، فالمرحله دي احنا اوريدي بدانا فيها من 6 شهور بعد العمليه، ممكن تقعد لغايه 8 شهور 9 شهور بعد العمليه، وده اللي هيقرره الجراح. احنا بنتكلم على السوبر المصري تقريبا شهر، في صعوبه ان الونش يلحق السوبر صح؟ لا لسه ان شاء الله، بس نخلص الورق بتاعنا وربنا ييسر ان شاء الله. احمد حمدي. احمد حمدي دلوقتي مش كويس، هو جالنا طبعا حاضر معانا وبصيت عليه، احنا كده داخلين في 3 شهور من العمليه. لا لسه قدامه شويه. طبعا يعني تقريبا لحد يناير يا فندم ولا بعد كده؟ بص ما اقدرش احدد، بس هو بيناير اللي جاي ده. لا هيبقى بعده ان شاء الله، بعد شهر يناير. دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة اللي تطمن كمان جماهير نادي الزمالك قبل السوبر المصري.